بسم الله. إن شاء الله سنكمل الشيت 3، مسألة 6. في مسألة 6 هنا هنبدأ نشرح بقى الفازي كامل، اللي هو الفازيفيكيشن والرول بيز والديفازيفيكيشن. والمثال هنا على بي دي كنترولر. تمام، بولي افازي لايك بي دي كنترولر، يعني فازي كما لو كان هو بي دي كنترولر هاز تو انبوتس. انا عارف ان البي دي كنترولر معادلته اللي هو الكونفنشن العادي، البي دي كنترولر العادي اللي هو اليوكا بتساوي الكي بي في الاي زائد الكي دي في الاي دوت. تمام، فكان التو انبوتس اللي معايا اللي هو الايرور والتشينج اوف ايرور. فهو انا باكد عليه بيقول لي ان الدخل بتاع الفازي لايك بي دي كنترولر عندك اللي هو الايرور اللي هو الاي اوف تي اند التشينج اوف ايرور اللي هو سي اي اوف تي. تمام، برمز للتشينج اوف ايرور بسي اي اوف تي، وعندي 1 اوتبوت اللي هو الكنترول سيجنال اللي هو اليو اف تي. تمام، بيقول لي المديني رينج اللي هو الممبر شيب فانكشن بالنسبه للاي اوف تي من سالب 5 ل 5. تمام، اللي هو اليونيفرس بتاعها. بالنسبه للتشنج اوف ايرور اللي هو من سالب 2 ل 2، وبالنسبه للكنترول من سالب 10 ل 10. تمام، بيقول لي اوف اف اول فاريبلز هاف بين بريزنتد باي 3 سيمتريكال تريانجولار ممبر شيب فانكشن، سواء كان الايرور او التشنج اوف ايرور او اليو بتعمل لهم فازيفيكيشن ب3 ممبر شيب فانكشن سيمتريكال تريانجولار، ومسميهم نيجاتيف وزيرو وبوزيتيف. وبيقول لي هو مستخدم في طريقه الديفازيفيكيشن اللي هي طريقه الويتد افريج ميثود اللي لسه شرحناها. بيقول لي احسب الكريسب كنترول سيجنال، احسب لي الاوتبوت بتاع الفازي كنترول على بعضه اللي هو اوف تي، وطبعا قلت الخارج بتاعي بيبقى كريسب فاليو. بيقول لي وين الاي والتشينج اوف اي هاف ذا فولونج فاليو. ده يعتبر كم مساله في مساله واحده؟ ده يعتبر 6 مسائل في مساله واحده. انت مره هتقول لو الايرور بيساوي 0 وتشينج اوف ايرور بيساوي سالب 1 هتروح تشوف الكنترول بكام، لو الايرور بسالب 4 وتشينج اوف ايرور ب1.5 هتروح تشوف الكنترول بكام، وهكذا. فاحنا مثلا نحل على اول واحده. تمام، طيب احل انواع المسائل دي ازاي؟ اولا اللي عايز افهمه الاول ابقى فاهم الكونفنشنال بي دي كنترولر اللي هو داخله الاي والتشينج اوف ايرور حتى لو ما كتبليش هو الكلام ده. عايز اشوف ازاي ابدا اتعامل مع المسائل ديت. انا بس حطيت معطيات المساله كده، بس انا اسف بس ان هو كان بلون احمر فمش باين في التصوير قد كده. انا عندي 2 انبوت اللي هو الايرور اللي هو الاي اوف تي والتشينج اوف ايرور اللي هو سي اوف تي، عندي 1 اوتبوت اللي هو اليو اوف تي اللي هو الكنترول سيجنال، الرينج بتاع الايرور اللي هو من سالب 5 ل 5، الرينج بتاع التشينج اوف ايرور من سالب 2 ل 2، والرينج بتاع اليو من سالب 10 ل 10. هما التلاتة من برش فانكشنز دول هما النيجاتيف والزيرو والبوزيتيف. وبقول طريقة الديفازيفيكيشن هي الويتد افريج، وبقول احسب الكريسب كنترول سيجنال هو اليو لما اليو اف تي بتساوي 0 وتشينج اوف ايرور بتساوي سالب 1، وهكذا. احنا بنقول ان اول مرحلة بتقابلني في الفازي اللي هي طريقة الفازيفيكيشن ستيج اللي فيها بستخدم الممبر شيب فانكشن. تمام، انا عندي هو قال لي ان هما سيمتريكال ممبر شيب فانكشن، هروح ابص على الاثنين انبوت اللي معايا اللي هو الايرور والتشينج اوف ايرور. قبل الجزئيه دي بس كده انا عايز ابص على الكلوزد لوب سيستم. كان عندي هنا اللي هو البي دي، سواء بقى بي دي كنترولر اللي هو عادي الكونفنشنال او الفازي، هو داخله الايرور والتشينج اوف ايرور. انا عندي هنا الريفرنس وده الاوتبوت، وباخد الريفرنس ناقص الاوتبوت بيطلع لي الايرور. ولو فضلت الايرور ده يبقى عندي هنا الاي دوت، يبقى داخل للبي دي ده الاي والاي دوت. تمام، عشان كده هو مديني الممبر شيب فانكشن الخاصه بالاي والخاصه بالاي دوت، والخارج بتاعه اللي هو ايه اليو. تمام كده يا شباب. طيب اول انبوت عندي اللي هو الاي اوف تي، ببدا ارسم الممبر شيب فانكشن بتاعتي. انا عندي هم 3 نيجاتيف وزيرو بوزيتيف. بقول دايما انا هبدا هنا من عند المحور الواي ده، ببدا اول ممبر شيب فانكشن. تمام، وبعد كده التاني وبعد كده التالت. طب هو الرينج بتاعها من سالب 5 ل 5، طب هو السنترز بتاعتهم هتبقى فين؟ ايوه، افتكر بعمل ايه. كنت بقول الماكسيمم فاليو اللي هي 5 ناقص 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 الخمسه اللي هي المفروض 5 ناقص سالب 5، اللي بقول ماكسيمم ناقص المينيمم على عدد الممبر شيب فانكشن ناقص 1. عددهم هو 3 ناقص 1 يبقى 2، يبقى المقام في 2 والبسط في كام؟ في 10، يبقى 10 2 في 5.
يبقى انا همشي بستيب 5، بدايه عندي السالب من اول السالب 5 لان دي البدايه بتاعتي. سالب 5 ازود على 5 تبقى 0، و0 ازود على 5 يبقى 0، يبقى دي السنترز بتاعه الممبر شيب فانكشن. طيب نفس الكلام طبقه على الانبوت الثاني اللي هو تشينج اوف ايرور، بيقول بتغير من سالب 2 ل 2، وبرضه نفس اسماء الممبر شيب اللي هو نيجاتيف و0 بوزيتيف. هروح اشوف همشي بستيب كام، هقول الماكسيمم فاليو اللي هي 2 ناقص المينيمم اللي هو سالب 2 على عرض الممبر شيب فانكشن ناقص 1. الكلام ده طلع في البسط في 4 والمقام في 2، يبقى 4 على 2 بتساوي 2. يبقى انا هبدأ من عند السالب 2 وازود 2 يبقى 0، ازود على السالب 2 اسف ازود على الزيرو 2، اصبحت انا واقف عند الاثنين. يبقى هم الثلاثه سنترز بتوع الثلاثه ممبر شيب فانكشن. هبص على الكنترول بنفس الموضوع، بتغير من سالب 10 ل 10، هحسب الستيب وطلع عندي الشكل اللي قدامك ده. طيب ده كانت اول مرحله، مرحله الفاسيفيكيشن، ان بروح احدد الانبوتس بتاعتي واحدد الاوتبوت، اشوف ايه داخل الفازي وايه الخارج منه، احدد اشكال الممبر شيب فانكشن اقسمهم ازاي، ازاي ابدا اقسم اليونيفرس اوف ديسكورس. طيب بعد كده مرحله الرول بيس، تمام، ان انا عندي التيبل، مفروض انا عندي التيبل ده حدوده فوق هنا ده الايرور وده التشينج اوف ايرور، وداخل المربع المربعات دي اللي هي القيم اللي قدامك ديت، المفروض ده اللي هو الكنترول. بمعنى انا بقول لو الايرور نيجاتيف والتشينج اوف ايرور نيجاتيف تبقى الكنترول عبارة عن ايه، وهكذا. طيب والله الجدول ده هو ممكن يدهوني وممكن يقول لك بخبرتك، تمام. طيب هو قال لي الاول اللي هو فادني بيه ان الايرور والتشينج اوف ايرور مديني الثلاثه ممبر شيب فانكشن اللي هو نيجاتيف وزيرو بوزيتيف، وهنا نيجاتيف وزيرو وزيرو بوزيتيف. اللي داخل ده بخبرتك انت وازاي تطبقه. انا بقول لو الايرور نيجاتيف والتشينج اوف ايرور نيجاتيف المفروض الكنترول يبقى ايه، يبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف، ده على حسب بقى. انا بص هنا عشان الجزئيه دي نفهمها، اوكي الدكتور محمد شرحها بس اعيد عليه. لو انا عندي الريفرنس بالشكل ده كده والاوتبوت بتارجح حواليه وفي الاخر استقر، عايز اشوف امتى الايرور بيبقى بوزيتيف وامتى نيجاتيف، والتشينج اوف ايرور امتى بوزيتيف وامتى نيجاتيف، وامتى هما الاثنين زيرو. طبعا انا عندي الريفرنس اهو، مش انا بقول الايرور ده هو عباره عن الريفرنس ناقص الاوتبوت، يبقى طول ما انت تحت الريفرنس هنا يبقى انا هطرح الار ناقص الواي يبقى اكيد موجب. يبقى اكيد ايه، يبقى اكيد القيم كل القيم اللي تحت الريفرنس ديت بالنسبه للاوتبوت ده فيها الايرور يعتبر موجب. طب فوق المفروض هنا بقول ار ناقص الواي، طب ما هو القيم دي اصلا اكبر من الار، اي قيم ما فوق هنا للواي اكبر من الار، يبقى اقول ار ناقص واي يديني سالب، يبقى القيم اللي فوق ده فوق الريفرنس الايرور سالب. طب عند الريفرنس نفسه اكيد اللي القيم دي النقطة ديت والنقطة ديت والنقطة ديت والنقطة دي والنقطة دي، كل دول عندهم بقول ال r ناقص ال y يديني 0، تمام، يبقى ال error بيساوي 0. ده بالنسبة لل error. طب ال change of error هروح أبص بقى على اتجاه الكيرف نفسه. طبعا على افتراض إن القيم هنا ديت تعتبر ال y of k عند اللحظة ديت، بعد كده عند اللحظة دي اسمها y of k زائد 1. من اللحظة دي للحظة ديت أكيد الواي اوف كي زائد واحد واخدة قيمة أكبر، يبقى الواي اوف كي زائد واحد أكبر من الواي اوف كي، تمام. طيب لو أنا عندي النقطة ديت هنا واي اوف كي، النقطة دي هنا إيه تعتبر واي اوف كي زائد واحد، تمام، يبقى هنا الواي اوف كي هلاقيها أكبر من الواي اوف كي زائد واحد، لأن القيمة هنا لو بصيت هنا على المحور الواي القيمة ديت أكبر من القيمة دي اللي بتنظر القيمة دي، أكبر من القيمة اللي بتنظر القيمة دي، تمام. طيب يبقى انا لاحظت هنا ان الواي اوف كي زائد واحد طول ما انا تحت الكيرف الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي، تمام. طب هنا طبعا على حسب اتجاه السهم، يعني انت شايف ان السهم طالع فوق، لقيت الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي، نفس الكلام في الفتره دي برضه، هنا الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي، لكن هنا الواي اوف كي زائد واحد اقل من الواي اوف كي، تمام. طب هنا الواي اوف كي زائد واحد برضه بقى اقل من الواي اوف كي. طب بالنسبه للسهم ده تحت بالواي اوف كي وفوق الواي اوف كي زائد واحد، يبقى الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي. يبقى تعبير الكلام بتاعي بيقول ايه، بيقول طول ما الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي يعتبر السهم اللي طالع.
طول ما السهم نازل ده معناه ان الواي اوف كي زائد واحد اقل من الواي اوف كي، تمام؟ عند الخط ده عند النقطة دي بالظبط، فالواي اوف كي زائد واحد بتساوي الواي اوف كي، تمام؟ يبقى طول ما الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي يبقى الكيرف معناه طالع، والتشينج اوف ايرور يعتبر ايه؟ سالب. ليه بقى يا شباب الجزئية ديت؟ ليه اما قلت الواي اوف كي زائد واحد اكبر من الواي اوف كي في حالة الكيرف هو طالع فالتشينج اوف ايرور سالب؟ لان انا بقول ان معادلة الاي اللي هي الاي بتساوي ار ناقص واي، تمام؟ اكتب عندك الاي بتساوي ار ناقص واي. طيب يبقى الاي دوت اما اجي فاضل الاي الار ده طبعا قيمة ثابتة، يبقى تفاضل بتساوي زيرو، يبقى يعتبر زيرو ناقص الواي دوت، تمام؟ طب هي الواي دوت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الواي اوف كي زائد واحد ناقص الواي اوف كي، تمام؟ المفروض ان هي الواي دوت عبارة عن الواي اوف كي زائد واحد ناقص الواي اوف كي على التي اس، تمام؟ اعتبر التي اس ده بتساوي واحد، يبقى اعتبر واي دوت دي عبارة عن واي اوف كي زائد واحد ناقص واي اوف كي. ما تنساش ان في انا بقول ان تفاضل الار بتساوي زيرو ناقص تفاضل الواي اللي هو واي دوت، يبقى الاي دوت دلوقتي عبارة عن ايه؟ عن سالب واي دوت، يعني عبارة عن سالب وافتح قوس واي اوف كي زائد واحد ناقص الواي اوف كي. طب ما هو الواي اوف كي زائد واحد لما يكون اكبر من الواي اوف كي يبقى القيمه اللي داخل القوس موجبه، بس في سالب بره اصلا، يبقى كده سالب، يبقى اصبح ان تشينج اوف ايرور كله كله ايه؟ سالب، اللي هي الجزئيه دي. طيب لو نقول بقى لو الواي اوف كي زائد واحد اكبر اقل من الواي اوف كي، يبقى ما اقول واي اوف كي زائد واحد ناقص واي اوف كي هتعتبر قيمه سالبه، بس في سالب اصلا بره القوس، يبقى كده اصبح تشينج اوف ايرور موجب، اللي هي النقطه دي. طيب اما يكون الواي اوف كي زائد واحد بيساوي الواي اوف كي يبقى حصل تراحم اصلا بتساوي زيرو، يبقى تشينج اوف ايرور يعتبر ايه؟ زيرو. يبقى هنا عملت الثلاث حالات بتوع التشينج اوف ايرور اللي هو السالب وزيرو وبوزيتيف، وقلنا الان الثلاث حالات بتاع الايرور ان كان سالب او ان كان زيرو او ان كان بوزيتيف، تمام؟ فانا اقول بقى الكنترول سيجنال المفروض هتعمل لي ايه؟ اما اقول الايرور سالب مثلا والتشينج اوف ايرور سالب، هو اولا القيمه ديت انت عشان تعرفها عمليا او نظريا، انا كده كده اصلا بقول ان البي دي عباره عن ايه؟ عن الكي بي في الاي زائد الكي دي في الاي دوت، فانا في الاخر بجمع القيمتين، فانا اقول مثلا نيجاتيف قيمه نيجاتيف زائد قيمه نيجاتيف هتبقى المحصله ايه؟ نيجاتيف. طيب قيمه نيجاتيف زائد زيرو يدينا اكيد قيمه نيجاتيف، طب نيجاتيف زائد بوزيتيف هيديك زيرو، ولكن على سنه متساويين يعني. طيب نيجي بص على تاني حالة، دي زيرو، زيرو زائد نيجاتيف يديني نيجاتيف، زيرو زائد زيرو يديني زيرو، زيرو زائد بوزيتيف يديني بوزيتيف، وهكذا. بس لما تبص للرسم ده عشان تفهم الجزئية ديت، أنا بقول يا شباب إن كل جزء اللي فوق الريفرنس هنا فيه الإيرور سالب، تمام؟ عايزين نطبق على أي حالة من دول، على أساس إن الإيرور نيجاتيف وتشينج أوف إيرور نيجاتيف، وعايز أشوف الكنترول سيجنال المفروض تبقى إيه؟ تبقى قيمة بوزيتيف ولا زيرو ولا نيجاتيف. بقول القيمة اللي فوق الريفرنس ده فيها الايرور سالب، يبقى انا هشتغل هنا كل القيم اللي فوق دي على وليكن هنا كده، تمام؟ والتشينج اوف ايرور سالب برضه. طب هو فين التشينج اوف ايرور سالب؟ قلنا لما يكون الكيرف طالع، يعني الحتة دي. طب ده الكيرف طالع، تمام؟ المفروض انا عايز ايه من الكنترول سيجنال؟ ان هي انا عايز اوصل للريفرنس، انا كده كده في الاخر عايز ان الواي يوصل للريفرنس. طب انا شايف ان الوقت الكيرف طالع جامد، يبقى انا عايز اخمد الاشاره دي، يبقى انا عايز كنترول سيجنال سالب. طب نبص على الجزء ده اللي فيها السهم نازل، اولا هو كده الايرور سالب لان انا قلت طول ما انا فوق الريفرنس فهو سالب، الاي سالب. طب السهم نازل معناه التشينج اوف ايرور ايه؟ موجب. طب التشينج اوف ايرور موجب اهو اللي هي القمه دي موجب، وعندك الايرور سالب اللي هو ده، تقابلهم زيرو. ليه بقى؟ انت الوقت هنا بتقول ان السهم بتاعك نازل، تمام؟ نازل يعني اصلا كده رايح عند الريفرنس، هو كده هيوصل للريفرنس، تمام؟ فانت بتقول لا خلي الكنترول سيجنال بزيرو هو هيوصل لهنا. طب نبص على الحالة دي يا شباب، الحالة ديت فيها الايرور ايه؟ موجب، تمام؟ طب التشينج اوف ايرور ايه؟ التشينج اوف ايرور لما يكون السهم نازل معناه ان التشينج اوف ايرور موجب. طب انت دلوقتي نازل، تمام؟ وانا عايز اوصل للريفرنس اصلا، فانا عايز ادفعه، عايز اديله قيمة كنترول سيجنال موجبة عشان توصلني للريفرنس تاني، تمام؟ بص للحالة دي،
فيها السهم طالع، السهم طالع يعني الشينج اوف ايرور ايه سالب، والايرور موجب، فهو اصلا كده كده طالع من تمام، مش عايز تديله موجب عشان اصلا ما يطلعش فوق الريفرنس، فانت تديله زيرو بحيث ان هو يروبك ايه هيوصل للريفرنس ده، وهكذا حتى ان هو ايه يستقر. يبقى انا كده فهمت كنترول سيجنال قيمتها هتبقى مثلا موجب او سالبه من الرسم، وبرده مين مجموع حالات الايرور والتشينج اوف ايرور. طيب انا كاتب لك اهو ملحوظه، اي حاله من حالات الجدول دي تعتبر مجموع كل من الايرور والتشينج اوف ايرور. مثلا لو النيجاتيف، لو الايرور نيجاتيف والتشينج اوف ايرور نيجاتيف، يبقى مجموع النيجاتيف ونيجاتيف يديك نيجاتيف، تمام، وهكذا. لذلك سمي بي دي، لان هو مجموع الكي بي اي اللي هو الاي زائد التشينج اوف ايرور اللي هو الاي دوت. طيب انا بقول له بقى هات لي قيمه الكنترول سيجنال دي، قيمه الكريسب لما الايرور مثلا بتساوي زيرو والتشينج اوف ايرور بتساوي سالب واحد، تمام. الكلام ده نعمل ايه؟ قلنا ان احنا اول مرحله بدانا بحده الفازيفيكيشن، تمام، بعد كده الرول بيس، بعد كده بقول لو الايرور بيساوي زيرو والتشينج اوف ايرور بيساوي سالب واحد، هروح بقى للممبر شيف فانكشنز دي. لما الايرور عند بالنسبه للممبر شيف فانكشنز الخاصه بالايرور، اشوف فين الايرور بتساوي واحد، مش هو هنا بيقول لي عند الايرور بتساوي ايه، اسف زيرو، عند الايرور بتساوي زيرو، فين الايرور بتساوي زيرو اللي هي القيمه دي. طب عند النقطه ديت هلاقي فيها ان الزيرو درجه الممبر شيف فانكشن بتاعت الزيرو بتاعت الفاز ست ديت يعتبر ايه لها قيمه. النقطه ديت، النقطه ديت على الانفرس مشتركه في ثلاثه ممبر شيف فانكشن، مشتركه مع البوزيتيف، مشتركه مع النيجاتيف، ومشتركه في ايه في الزيرو نفسه، تمام. انا عايز اشوف كل درجه ال درجه الممبر شيف فانكشنز يعني كل فاز ست بتساوي ايه عند الاكس اللي بتساوي زيرو. هلاقي ان المفروض ان البوزيتيف هيساوي زيرو والنيجاتيف بتساوي زيرو، لكن الزيرو، لكن الممبر شيف فانكشن اسمها زيرو درجتها بكام؟ بتساوي واحد، تمام. واروح ابص على تشينج اوف ايرور برضو حالته ايه، لما يكون هو بسالب بيساوي سالب واحد، هروح اشوف هنا عند السالب واحد واطلع بخط كده، هلاقي بيقابل لي الزيرو ده في نقطة والنيجاتيف في نقطة. درجة الممبر شيف فانكشن بتاعت الزيرو عند النقطة ديت هي نص، وعند النيجاتيف بتساوي نص، تمام. واروح احط بقى الاف زين رولز بتاعتي، تمام، واقول اولا اهوت لو الايرور بتساوي زيرو طلع لي ثلاث حالات، لكن لو تشينج في ايرور بتساوي سالب واحد طلع لي حالتين، فيها النيجاتيف بتساوي نص درجته نص والزيرو درجته نص. طيب هروح اعمل بقى الاف زين رولز. الاف زين رولز ان انا بربط الانبوت الاولاني مع الانبوت الثاني عشان يطلع لي الاوتبوت، تمام. بقول له اف الايرور لو الايرور از زيرو ودرجته واحد، يعني هاخد اول حاله دي، لو الايرور زيرو والتشينج اوف ايرور نيجاتيف المفروض الكنترول تبقى عامله ايه. بروح ابص على التيبل، انا عندي الايرور زيرو والتشينج اوف ايرور سالب، المفروض سالب زائد زيرو يديني سالب، المفروض ان الكنترول سيجنال ده تديني نيجاتيف، تمام. بس بروح ابص على الدرجات بتاعتي، درجه الزيرو هنا انا واخدها واحد، ودرجة النيجاتيف بتساوي نص، يبقى اقول له لو الايرور عبارة عن زيرو ودرجته واحد والتشينج اوف ايرور نيجاتيف ودرجته نص، الكنترول سيجنال كده هتبقى نيجاتيف، بس درجتها ايه؟ انا باخد المينيمم فاليو بين الاثنين ده، لان انا شغال في الاف زين رولز بطريقة الماكسيمم مينيمم، ان انا ببدأ اجيب المينيمم لكل حالة وفي الاخر بجيب الماكسيمم، بس خلينا نمشي واحدة واحدة. يبقى أول حالة لو الايرور عباره عن زيرو ومقداره واحد والتشينج اوف ايرور نيجاتيف ومقداره نص، الكنترول سيجنال طلعت لي نيجاتيف ودرجتها نص، لان هي المينيمم فاليو بين الواحد والنص هي نص. بعد كده همسك الزيرو، هقول لو الايرور عباره عن زيرو ومقداره واحد والتشينج اوف ايرور مقداره زيرو، اسف زيرو ومقداره نص، او درجه الممبر شيف فانكشن بتاعته تساوي نص، تمام. طب ده زيرو واحد وده زيرو زيرو ومقداره نص، اولا المجموع اللي الزيرو والزيرو اكيد الكنترول سيجنال هتبقى زيرو. طيب الممبر شيف فانكشن ديجري هتبقى كام؟ هتبقى المينيموم فاليو بين الواحد ونص اللي هي بتساوي نص، تمام كده، تمام. انا كده خلصت حالات الزيرو مع التشينج في ايرور. هرجع امسك النيجاتيف هنا بالنسبه للايرور، هقول لو الايرور عباره عن نيجاتيف ودرجته زيرو والتشينج في ايرور مثلا عباره عن نيجاتيف ومقداره نص، انا بجمع نيجاتيف مع نيجاتيف، يبقى كده الكنترول سيجنال هتبقى نيجاتيف، والمينيمم فاليو بتاعتهم هتبقى كام؟ هتبقى زيرو اهو،
زيرو ونص واخد المينيمم فاليو، وهكذا مع بقية الحالات. تمام يا شباب؟ فكل الحالات اللي هنا ديت دي المينيمم فاليو بتاعت كل خطوة. بعد كده بجيب الماكسيمم لكل الحالات دي. بمعنى ايه؟ انا عندي النيجاتيف هنا اتكرر كام مرة؟ ادي النيجاتيف نيجاتيف ونيجاتيف ونيجاتيف، ها الماكسيمم فاليو بتاعتهم كام؟ ده هنا نص وده زيرو وده زيرو، يبقى الماكسيمم عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص، اللي هي نيجاتيف ونص. ابص الحالات اللي بعد كده، عندي الزيرو اتكرر هنا نص وهنا زيرو، الماكسيمم فاليو بتاعتهم كام؟ نص اهو. طب عندي البوزيتيف هو مرة واحدة تحطه البي اوف زيرو. تمام؟ يبقى الكنترول سيجنال هتحصر في وسط الثلاثة من برشا فانكشن دول، اللي هو الزيرو ومقداره نص، والنيجاتيف ومقداره نص، والبوزيتيف ومقداره زيرو. تمام؟ ايه اللي هيحدد لك القيمة دي ايه؟ كريسب فاليو دي ايه؟ الديفرسيفيكيشن. طب انت مستخدم طريقة ايه؟ الويتد افريج. تمام؟ انا هروح اجيب كل مقدار من دول، كل درجة من برشا فانكشن ديت، وراح اضربها في السنترز بتاعتها. هروح ابص بس بقى، بس بالنسبة للكنترول، بالنسبة لدرجة بالنسبة للمبر شيف فانكشن الخاصة بالكنترول اللي هي دي. تمام؟ بقول له ايه دلوقتي؟ عندي الزيرو، هشوف راح اشوف السنترز بتاعه ايه، والنيجاتيف السنترز بتاعه ايه، والبوزيتيف السنتر بتاعه ايه. تمام؟ فين؟ لازم في اليو، في الممبر شيف فانكشن الخاصة باليو. تمام؟ وراح اضربها في درجة الممبر شيف فانكشن اللي هي نص. يعني هقول هنا اليو بتساوي في البسط، ارجع للمسألة اللي قبل كده وانت تفتكر، هضرب النص اللي هي درجة الممبر شيف فانكشن في السنتر بتاعت الزيرو اللي هي المفروض زيرو، زائد النيجاتيف اللي هو السنتر بتاعه كان سالب 10 في درجته اللي هي نص اهي. المفروض زائد ايه هنا يا شباب؟ زائد درجة الممبر شيف فانكشن بتاعت البوزيتيف اللي اصلا زيرو. تمام؟ هضربها في اي حاجة هتديني زيرو، عشان كده مكتبتهاش هنا. تمام؟ يعني المفروض كنت هضرب هنا ايه؟ زائد، هقول هنا زائد زيرو في 10. إيه؟ طب في المكان فيه في درجة الممبر شيف فانكشن اللي هي نص زائد نص، الكلام ده طلع لي لما تخلصه هيطلع لي كام؟ سالب 5. يبقى انت طلعت الديفرسيفيكيشن او الديفرسيفيكيشن اوتبوت الخاص بالكنترول سيجنال بتساوي سالب 5 في حالة الانبوت بتاعك كان الايرور زيرو والتشنج اوف ايرور سالب 1. هروح اكرر الكلام ده برضو مع تاني حالة وتالت حالة لغاية خامس حالة او سادس حالة تقريبا، وكام حالة؟ الست حالات دول. تمام؟ هروح اغير الايرور بتساوي سالب 4 والتشنج اوف ايرور بتساوي 1.5. عايزين نشوف بقى الناس فاهمة ولا لا. هنعمل ايه؟ هاخد الايرور ده بتساوي سالب 4، ها بص على الرسمة بتاعتي كده، انا بقول له هنا لو الايرور سالب 4. تمام؟ يبقى اروح ابص هنا فين السالب 4. السالب 4 وليكن هنا مثلا، هتلاقي اشتركت هنا في الزيرو والنيجاتيف. اروح اشوف الزيرو ده الممبر شيف فانكشن بتاعته بايه، والنيجاتيف الممبر شيف فانكشن بتاعته بايه. تمام؟ واروح اشوف التشنج في ايرور بيقول لي بكام، والتشنج في ايرور بيساوي 1.5. يبقى اروح ابص على الممبر شيف فانكشن الخاصه بالتشنج في ايرور عند 1.5. عند 1.5 المفروض في كام؟ ده زيرو وده اتنين، يبقى ده واحد، يبقى كده 1.5 هنا كده. هتلاقي هنا الزيرو لها درجة ممبر شيب والبوزيتيف لها درجة ممبر شيب. اطلع الدرجات ديت وابدا اروح احط الاف زين رولز بتاعتي واطلع الديفازيفيكيشن كريسب فاليو. تمام يا شباب؟ بس هو دي المسألة، ونكمل مع بقية الحالات التانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.